يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه. تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. والنهارده البطوله الاهم، اكتر بطولات في تقديري يعني، او في تقديرنا، انه اكتر بطولات استمتاع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي هي بطوله دوري ابطال افريقيا. اولا بتكلم على مستوى منافسه الى حد كبير جدا مختلف على البطولات المحليه، مع كامل احترامنا طبعا لكل الفرق اللي بتشارك الاهلي في البطولات المحليه، لكن طبعا بطوله افريقيا مستوى تاني، حماس تاني، روح تانيه، احساسك طبعا بانك انت حامل اللقب برقم قياسي بيصل لعشر بطولات يزيد من المتعه. الاهم كمان هو انك انت دايما حاسس انه انت الاقدر، انت الاقرب لتحقيق البطوله. عنوان النهارده اذن هي افريقيا، قرعه طبعا دوري الابطال هنتكلم عليها مع حضراتكم، نتكلم على المواجهات المحتمله، خصوصا انك انت في المجموعه معاك فرقتين من السودان، سان داونز غريم تقليدي، غريم بنستمتع دايما بمواجهته، غريم فجر طاقات المارد الاحمر في القاره كلها، لكن كمان الحقيقه ما ننساش انه المريخ والهلال السودانيين، وطبعا مشكله الملعب، وان كنت بشوفها مش مشكله بالنسبه لنا لغايه لما تبان الصوره وتبقى واضحه بشكل كامل. في سيناريوهات كتيره هنطرحها على حضراتكم النهارده، ونقول مواجهه الاهلي مع كل من المريخ ومن الهلال السوداني ممكن تبقى فين. لكن الاهم من ده خليني اقول لحضراتكم انه طبعا البطوله فيها عدد كبير من الفرق اللي ممكن تكون بتظهر لاول مره. الغريبة ان يعني القرعة ما كانتش قرعة، يعني انا في ظني وفي تقديري انه مفترض ان لكل قرعة يبقى ليها قواعد، واهمها عدم وقوع فرقتين من نفس البلد في نفس المجموعة، لكن ده حصل واتكرر مش مرة ومش مرتين، لا ثلاث مرات. كلام على ابطال السودان، كلام على ابطال الانجولا، والكلام كمان على يعني هنستعرض مع حضراتكم المجموعه، لكن الحقيقه ما كانتش قرعه بالنسبه لي، كان غريب بالنسبه لي انه فرقتين من نفس الدوله يقعوا في نفس المجموعه.